احنا شباب عندنا طاقات، عندنا قدرات، قادرين على ان نغير، فاحنا بحاجة ان المجتمع يختارنا لنصنع القرار، مش يحبطنا ويهمشنا. بتمنى في يوم الشباب العالمي انه تتحرر فلسطين، مشان ما اشوف شباب بعمر الولد عمالها بتنقتل وبتموت، بتنقتل مع احلامها وطموحاتها. القاتل الاول احلام الشاب الفلسطيني اللي هو الاحتلال، وثاني شيء انه لازم يكون في فرص للشباب بهي المدينه يعني او فلسطين بشكل عام. بمناسبه اليوم الشبابي احب انوه للشباب عموما، القضيه الفلسطينيه مبنيه على فكره المقاومه، والمقاومه لا تكون الا بالثقافه، فكونوا انفسكم باكتساب الثقافه. بيوم الشباب العالمي الدولي بتمنى لكل خريج وخريجة انهم يلاقوا شغل بكل سهولة بدون واسطة، وبتمنى يكون كل شخص مناسب في المكان المناسب.